حين كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يستقبل جثامين القتلى الأمريكيين، بدأ القصف. خلال الظلام كانت الضربات قصف ليلي عنيف كشف النهار آثاره. الضربات الأمريكية شملت أكثر من 85 هدفاً في 7 مواقع، بما في ذلك مقر القيادة ومركز المخابرات ومواقع تخزين الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار والذخيرة وغيرها من المرافق التابعة للميليشيات الموالية لإيران. هذه المقار تحولت إلى ركام، دمار هائل يتحدث عن حجم الضربات، مباني سويت بالأرض تحكي عن قوة الاستهدافات. في وقت تجمع عدة أشخاص لاستكشاف ما حدث ورصد الدمار الحاصل وانتشار أي جثث ربما تكون قد ردمت تحت الأنقاض. البيت الأبيض أعلن نجاح الضربات في العراق وسوريا، مؤكداً أن العمليات مستمرة ولم تنتهي بعد. بايدن وصف ما حدث بالرسالة الموجهة لمن يريد إيذاء الأمريكيين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن واشنطن لا تسعى لتوسيع دائرة الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر. بلال البجديني، العربية.